صباح الخير. اليوم بفقرتنا الغذائية رح نحكي عن الأغذية المضادة لعلامات تقدم السن. كثير من الأشخاص بتحب إنها تهتم بأكبر عضو بالجسم واللي هو الجلد بالطريقة الصحيحة، ولكن اللي ما بننتبه له إنه مستحضرات التجميل مش بس لوحدها كافية إنه نحن نحافظ على الجلد بالطريقة الصحيحة، ولكن الغذاء اللي أنا بتناوله من الداخل أكيد رح ينعكس على جسمي بالطريقة الصحيحة من الخارج. فعشان هيك كتير ضروري إنه أنا أركز على الأغذية اللي عم بتناولها إنها تكون مليئة بمضادات الأكسدة ومليئة بالغذاء لحتى نحافظ على الجلد بالطريقة الصحيحة. 4 مواد غذائية ضرورية تكون موجودة بغذائنا اليومي لنحافظ على الجلد بالطريقة الصحيحة. من هاي المواد والمركبات الغذائية لازم أركز إني أخذ نسب عالية من مضادات الأكسدة أولاً، الدهون الصحية ثانياً، الماء بشكل كتير كبير، والمواد الغذائية اللي بتغذي الجلد بشكل صحيح. لحتى نبلش بأول غذاء بيساعدني إني أنا أحصل على هاي 4 مركبات الغذائية، نحن بنحكي أولاً عن الخضار الورقية، وإذا بدنا نخصص ممكن نحكي عن البقلة اللي بتحتوي على عناصر غذائية عديدة وبتحتوي على نسب عالية جداً من مضادات الأكسدة. تعتبر البقلة من الخضار الورقية اللي بتحتوي على نسب عالية من الكالسيوم، الفوسفورس، الفوسفور والمغنيسيوم، اللي أكيد بتعتبر مطهر داخلي للجسم. فالأشخاص اللي حابة تحسن من الدورة الدموية، حابة إنها تزيد من نشاط الجسم، تعطيه أكسجين بنسب أعلى، توصل الفيتامينات والمعادن بالجسم بطريقة أفضل، تاخد نسب عالية من الفيتامين A والفيتامين C، لازم تركز بغذائها على الخضار الورقية وبالأخص البقلة. دائماً إحنا بنركز كمان بأغذيتنا على الأغذية اللي بتحتوي على نسب معينة من الكاروتينويدز، واللي هي أحد الفيتامين A اللي بيتحول لفيتامين A بالجسم وبيعطيني نسب عالية جداً من مضادات الأكسدة. الكاروتينويدز هي تعتبر من المصادر الغذائية اللي بنوجدها بالأغذية اللي لونها أصفر ولونها أحمر. فأي غذاء بيكون لونه أصفر أو أحمر فإحنا رح نكون متأكدين إنه هو عم يعطيني نسب عالية من الكاروتينويدز. طبعاً الكاروتينويدز تعتبر مضادة للالتهاب وبتساعد الأشخاص اللي عندها نسب عالية من الالتهابات بالجسم إنه نحن نتخلص من هاي الالتهابات اللي أكيد بيكون سببها الجذور الحرة. ممكن إنه نحن ناخذ الفليفلة الصفراء، الفليفلة الحمراء أو البرتقالية أو أي نوع من الغذاء الخضار والفاكهة اللي لونها أصفر أحمر أو مائل إلى البرتقالي لحتى نتأكد إني أنا عم باخذ نسب عالية من الكاروتينويدز. ما ننسى كمان إنه بغذائنا لازم نركز على كل أنواع التوت، إن كان التوت البري، إن كان التوت الأزرق، الأحمر أو حتى الفراولة. هاي الأغذية بتعطيني نسب عالية جداً من الفيتامين A والفيتامين C. بالإضافة لهاي الفيتامينات، فهاي الأغذية كمان بتعطيني الأنثيوساينينز، واللي هي تعتبر مضادات للالتهابات وأكيد مضادات لعلامات تقدم السن. يومياً لازم أخذ من 5 إلى 7 حبات من أي نوع من التوت أو من الفراولة لحتى أتأكد أني عم باخذ هاي العناصر الغذائية بالنسب اللي جسمي بيحتاجها. طبعاً ما ننسى أنه نحن كمان ممكن نلجأ للبروكلي، للأرنبيط أو أي نوع من الخضار اللي بتعطيني نسب عالية جداً من فيتامين A، فيتامين C وفيتامين K. بالإضافة لهاي الفيتامينات، فهاي الخضروات بتحتوي على نسب عالية جداً من الألياف، من الفوليت، من اللوتين والكالسيوم. وما ننسى أن الطبخ بعزز وجود هاي الفيتامينات والمعادن بهاي الخضروات وبزيد من امتصاصها بالجسم وبسهل عملية الامتصاص بالجسم بطريقة أفضل. فممكن أنا أخذها على شكل يومي أو حتى على شكل شبه يومي. وأخيراً رح نحكي عن المكسرات الصحية. تعتبر المكسرات الصحية مصدر غني جداً للفيتامين E اللي أكيد بيعطيني نسب عالية جداً من مضادات الأكسدة وبساعد الجسم إنه نحن نحمي أنفسنا من الأشعة تبعت الشمس اللي تعتبر ضارة جداً واللي هي اليوفي ريز. للأشخاص اللي بتحب تحافظ على جلدها لطريقة أفضل ونرفع نسب مضادات الأكسدة بالجسم، خلينا نركز على المكسرات اللي بتعطيني نسب عالية من الفيتامين A أو حتى بتعطيني نسب عالية من مضادات الأكسدة. ممكن كمان للأشخاص اللي ما بتميل إنها تاخد مكسرات على شكل يومي، الجوز، اللوز ومشتقاته، ممكن إنه نحن ناخد الأفوكادو اللي أكيد بيعطيني نسب عالية جداً من هاي الدهون الصحية وممكن إنه يكون بديل للمكسرات. وأخيراً ما ننسى إنه ممكن إني أنا أخذ الفيتامين E على شكل مكمل غذائي لحتى إني أضمن إني عم باخذ هاي النسب الصحيحة اليومية اللي أنا بحتاجها منه. يعتبر الفيتامين E أحد الفيتامينات اللي بتدوب بالدهون، فيفضل إني أنا أخذها مع أي مصدر من الغذاء الدهني لأعزز من امتصاصها وأخذها بالطريقة الصحيحة.
الفيتامينات والمعادن لازم تشكل جزء كتير كبير من غذائي اليومي، ولازم غذائي يكون مركز على أني أنا أخذ نسب عالية من الفيتامينات والمعادن بغض النظر بس عن السعرات الحرارية. فخلينا قد ما بنقدر أنه نحن ننوع بالأغذية اللي عم نتناولها لنعزز نسب الفيتامينات اللي عم باخدها، فيتامين A، فيتامين C وفيتامين E، لكمان نعزز إفراز الكولاجين بالجسم ونحافظ عليه لفترة أطول. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهاي الفقرة الغذائية، وبشوفكم إن شاء الله بفقرات جديدة ضمن برامجنا. نهاركم سعيد.